طيب في كام مرة انت حسيت ان اكبر استثمار في حياتك انك تستثمر في نفسك؟ هو الموضوع الحقيقة ابسط من كده بكتير، يتلخص في 3 حاجات ارجوك حطهم حلقة في عقلك قبل ودانك. الحاجة الاولى، لو في حد غلط في حقك بتحاول تسامحه ولا لا؟ بتحاول عشان ترتقي وتبقى حد كويس. طب اما مش عايز تسامح نفسك ليه؟ مش عايز تسامح نفسك ليه على كل مرة انت قصرت؟ على كل هدف انت حطيته محققتوش؟ على كل حاجة كنت عايز تعملها وما حصلتش؟ على كل امتحان كنت عايز تعديه وما عديتوش؟ انت مش سامحت ناس قصرت في حقك؟ طب سؤالي ليك، انت مش عايز تسامح نفسك ليه؟ طب الحاجة التانية، معلش خدني على قد عقلي، هو حضرتك مش بيقولوا الحب غذاء الروح؟ طب انت ليه دايما بتدور على حد يحبك؟ انت ليه ما جربتش انت تحبك؟ انت ليه ما جربتش انت تحبك زي ما انت؟ ليه دايما بتدور على ان الحب ده تاخده من حد تاني؟ ليه متخيل ان انت ما عندكش مشاعر تديها لك؟ طب انا اسف جدا، السؤال الثالث، هو انت مش دايما بتبقى مطالب انك تحترم غيرك؟ وما تجيش عليه وما تضغطش عليه وما تضايقوش؟ انا اسف جدا، هو انت ليه مش بتحترم نفسك؟ ليه ما بتضغطش عليك؟ ليه ما بتجيش في لحظة كده وتقول لا كفاية انا ما ينفعش اكمل اكتر من كده؟ ليه؟ ليه ما بتجيش في لحظة تبقى واضح صريح معاك ان الموقف اللي انا فيه ده ما ينفعش اضغط على نفسي فيه اكتر من كده؟ يا اخي ما تفصل نفسك عنك، يا اخي ما تشوف انت محتاج اللي بتعمله مع الناس تعمله معاك مرة، انت محتاج اللي بتقدمه للناس تقدمه لنفسك مرة، مرة واحدة بس جرب انت تقدمه لك انت ونفسك بس. حب نفسك يا اخي،